رز الصياديه هو عباره عن ايه يا جماعه؟ رز وبصل وملح بس. خدي بالك وانت بتحمري البصل ان هو شعره، بيبقى شعره ما بينه ياخد اللي هو اللون الحلو البني الغامق، وما بين ان هو يتحرق ويمرر معاكي. فانا حبيت ان انا اعمله لكم تاني علشان تشوفوا برضو هيبقى عامل ازاي. انا دلوقتي حاطه زيت، المقادير نزلت، رز 3 كوبايات 4 كوبايات براحتكم خالص، البصل كتير كتروا بصل مفروم، وملح وميه مغليه، ما بحطش اي حاجه تاني. في ناس تحط قرفه، في كمون، طماطم، فلفل حلو. انا بالنسبه لي رز الصياديه ده هو اللي احنا بنعمله بالطريقه دي، احلى رز صياديه بجد ممكن انتوا تعملوه. انا هنزل بالبصل المفروم وننساه بقى، انا هنسى البصل دلوقتي لان هو بياخد وقت اهو لغايه ما يتحمر معايا. بدا بس طبعا لسه هو لسه قدامه شويه، 5 دقايق مثلا، مش كتير يعني. تمام، بص على البصل اهو جماعه، ده مش محروق، هو ده رز الصياديه. بس بقى بنيجي للخطوه دي بنخلي بالنا، خلاص هو وصل للدرجه دي على طول ما نسيبوش، لانه الخطوه دي هي دي الشعره ما بين ان هو يتحرق وما بين ان هو يفضل يدينا الطعم المسكر بتاع الرز. هنزل بالميه المغليه، لكل كوبايه رز مصري تقريبا كوبايه من الميه المغليه. اهو وهشوف، خليكي بقى في القليل. ليه؟ لان احنا بنضيف الميه الاول وبعد كده بنحط الرز، فتخلي الميه قليل افضل من ان هي تبقى كتير. لو احنا لقينا الميه مثلا كتيره وجينا حطينا بعد ما حطينا الرز هيبقى علاجها يعني ايه، هتعملي هتنقصي شويه من الميه. فعشان كده بقول لك خليكي في القليل ان هو يتعالج، بعد ما احط الرز هتعالجي. لو الميه قليله عادي هتحطي ميه، تمام؟ لكن لو في حاله ان هي كتيره هتعالجيها ازاي؟ هتنقصي شويه ميه بس، هي هنا مناسبه جدا معايا، وهو ده اللي بيدي للرز الصياديه اللون الحلو. انا سايبه النار عاليه، هغطي على الحله بتاعتي كده واسيبها لغايه ما الرز يغلي. هنا الحلاوه، شايفين لونه اهو، هي بصل وميه مغليه وملح وشكرا كده شرب الميه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هغطي عليه وهدي النار. مش ممكن احلى، انا عايز اقول لكم بقى على حاجه والله العظيم بجد، يعني انا معروفه جدا برز الصياديه، يعني انا معروفه في الـ في الـ في العيله كده ما بين قرايبي يعني واخواتي. طبعا اخواتي هيدخلوا بقى ما تنمروا عليا، اخواتي متنمرين قوي، خلوني انا لازم اللي اعمل رز الصياديه. بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا ما شاء الله. يلا بينا، بسم الله ننزل كده برو، شايفين الفلفله ولونه رهيب اهو. تحفه، ارجوكوا ارجوكوا جربوا الرز بالطريقه دي، عالمي.